السلام عليكم حلي الوتي، شنو اخباركم؟ اليوم نقترع عليكم واحد سناكس رائع للوليدات. كنعرفوا واش نقدموا ليهم، سهل اقتصادي بمكون متواجد في كل منزل، يمكن لكم تتبلوه على حسب ذوقكم. خليكم معايا لنهايه الفيديو ان كنتوا حابين تعرفوا اكثر. طريقه بسيطه، غادي نقبطوا اي نوع من المعجنات اي لي بات، وغادي نوضعوا كاسروله نوضعوا فيها الماء يغلى، وسواء تعملي زيت سيدتي او ما تعمليش، الملحه تعمليها او ما تعمليهاش. بالنسبه لي انا ما تنعملش زيت فاش تنكون نسلق لي بات، تناخذ نوعيه جيده، لاني الا عملت زيت فمن بعد لي بات ما تتشربليش لاصوص. تنوضعوا في الماء الغليان، تنوضعوا فيه لي بات ديالنا. من بعد ما كتسلق لينا تنحتاجوا الزيت يكون ساخن، ثم تنقليو فيه هذيك لي بات. بالنسبه لي انا كيف ما شفتوا خديت هذه صغيره هكا، يمكن لكم تاخذوا فارفيل هذيك على شكل فراشات، يمكن لكم تاخذوا هذيك ديال الرسولات، يعني اي شكل حبيتو حبوا وليداتكم. انا عملت هذا الشكل صغير هكا، تنعملوا هكا تقلى بطريقه بسيطه جدا، والمنسمات كتبقى على حسب الذوق. يعني كنسلقوا لي بات بالطريقه العاديه، النوعيه ديال لي بات اي نوع حبات السيده تنسلقوها بالطريقه العاديه، ثم من بعد ذلك تنقليوها في زيت غزير، ثم تنتبلوها في اخر المطاف. بالنسبه لي هنا تبلتها غير بمليحه، يمكن لكم تعملوا تحميره، يمكن لكم تعملوا السودانيه، شويه الفخوماج، يعني التتبيلات اللي كنلقاو عاده في لي تشيبس. سناكس رائع جدا للوليدات، وكيجي مذاق مغاير جدا.